وهاي حسين بيسلم على امه وبعيد عليها بالعيد. سلم يا خال معي ان شاء الله. يا هلا وسهلا. يلا سلموا يا ابو بس ما ستك بس مش حالك لحقت سلموا سلم يا هلا يا هلا يا هلا صور ابو عينان بدي اصور على ابو الشعرات. ابو الشعرات هذا على ماهر وعلى عبد القادر يعني صور على عم خيري. هذا لو عند ماهر حلك له عليك ماني باكله باكله لونك تخبي حالك وتبين راسك بكله نيس من هالشعرات. هذا بن حسام بن خالد العبد. اهلا وسهلا. انا فشرتهم جميعهم لحسين. لا هذا صار لا تساعدونا مشان نزلنا خروف. وين راح؟ تحت خروف هيو تحت ربطنا. يا حرام سلم انت سالم يا ماهر بدهم يعدموه. سلم انت سالم. يا هلا يا هلا يا هلا بالشباب. هلا تحت هو؟ اه لحظة أنا بعرف كيف بدي أمشي. يلا سلام عليكم. هذول هذول أكلني بدك يا خالي ولا هيك؟ لا إحنا مخلين هنا. كنت كنت والله. لأنه زي ما قالوا كان رئيس البلدية ونائب رئيس أعضاء البلدية حوارة إنه هذول الوردات معركسات على الشارع. هو الشارع ماشي مضايقات على حركة السير. لا والله منظر والله ما في حدا زارع ورد اللنيت. شو بتفكر في البلد كلها والله ما بتلاقي واحد زارع وردات اللنيت. لا يعني شايف الله يلا شل سنة وانتو سامين يا خالي. الله يسلمك يرجع العصر ان شاء الله. طيب طيب والله والله يا عمي كان هون حوض كبير ما شاء الله زي وشجرات وردات حتى شجرة المجنونة ورقها زهرتها غير شكل جبتها من كالكيلية وخلعوها اللي كانت متعربشة على الشباك وعلى وفي جنب الحيط بالضبط. وهي صار لي 4 شهور في فلسطين في حوارة وما شفتش ولا ترك مر من هون ولا باص من باصات التميمي. كان الله وتقبله الله منا يا حج. هذا صار مبعر وملي. هذا خروف صلاح وننتظر وننتظر القصاب. أنو القصاب عاد؟ محمد الصارة أبو مجاهد. أبو مجاهد محمد الصارة مشتلي أم حسين. أم حسين مشتلي. يا مش عارف مشان أبو حسين. اللهم تقبل يا رب من صلاح قاصد سعيد عبد القادر. اللهم صل على النبي. اللهم صل عليه. يا مليح يا بلا. ايوه ديري راسه لجاي. ايوه